الناشفة ب 10، يعني الحجم واحد، بس الناشفة اللي هي عاديها لسه ما تاكلهاش دلوقتي ب 10، واللي تاكليها على طول ب 12، صح كده؟ اهي دي اللي تاكليها على طول، دي ب 12 مستوية شوية. بس دي هنا بيبيعها ب 18 جنيه اهي. هو اسمك ايه؟ بسام. عنده نفسها هي ب 18، العويس اهي عنده ب 18، ودي هند، ودي فونس كام؟ وفونس اهي ب 15 جنيه عنده اهي. والعنب بقى هنا جينا لكم سوق العبور اهو، ماشي؟ تعالوا بقى نشوف اسعار الموز. ازيكم ايها المشاهدين، انا جبتها العبور اهو. هي فرحانه جدا بانها جت العبور. اكيد طبعا. هما بيقولوا السكري، السكري قال بكم؟ ب 16. وقال الصديقه، الصديقه ب 18. وقال اسمها ايه الثانيه دي؟ اسمها العويسي، العويسي ب 35، والزبديه ب 13. طبعا كل حاجه بالكرتونه مش بالكيلو، بتاخدي بالكرتونه على بعضيها. بس لسه بينزلوا، احنا سالنا لسه هنشوف. دي اسمها بلدي، دي اسمها بلدي، دي الكيلو فيها ب 8، ودي برده الكيلو فيها ب 8. انما دي وريني، دي وريني، دي اسمها ايه؟ دي الفص، دي الكيلو ب 40، دي البذره بتاعتها صغيره. ودي الهندي، لا مالتي دي صديقه بكام؟ الصديقه ب 12. والزبديه بكام؟ ب 14. دي هي ب 14 هنا، ودي الصديقه، الصديقه قلب كام؟ قال الصديقه بكام؟ هنا؟ هي الصديقه بكام قلت؟ طب حل تاني؟ دي مشكل، دي ب 13، ودي وهي هي كل واحدة كله ب 13؟ كل واحد كله ب 13. عاوزين انت بكام ده بقى؟ ولا محلي ولا ايه؟ ايوه قول لي بس بكام؟ ده شغال ل 11 جنيه ونص. ب 11 ونص؟ عنب بلحي، عنب بلحي، عنب كرومسون اللي هو زي الكريس كده، صح كده؟ خد بالك اللي عندها قناه دي هتشهرها. بصوا الرمان نزل اهو كمان، الناس اللي عندها الانيميا بقى. ده بقول للناس اللي عندها انيميا تيجي. لا بس علاج. طبعا ده فوايد، ده فوايد الدنيا كلها. نفهم معناه وقت الواحد الخريج، بص كده تعمل كده بس، لازم الدم يرمح واحد الجرم. ايوه فعلا ده شفا. بكام بقى؟ دي شغال 7 ونص. 7 ونص. سكريات 8 جنيه. سكري ب 8. طب اعرف بقى ده من ده ازاي؟ ها؟ اعرف ده من ده ازاي؟ ما على حسب طلب. انت في سكري؟ لا دي معين، السدر معين. انت بتبقى فاهمها انت. ايوه انا عارف هي قدام الارض. دي سكري. دي سكري. دي كده سكري، دي فيها كيلو على 8، صح كده؟ تمام. في كمان الكبيره بقى بتاعتها، صح كده؟ العالي، الاسم العالي بتاعها. العالي بتاعها دي بكام بقى؟ ده شغال من 11 ل 10. من 11 ل 10. بس دي بقى حبايه الرمان الكبيره. ده مخصوص بالحبايه زي ما بيقول الكتاب. المليانه. يا جماعه هنا المحل اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عنبر 4138. عنبر 4138. اسمك ايه؟ عرفه. عرفه طبعا. عرفه وعبده اهو. ماشي؟ هنقول لكم رقم التليفون. بصوا بقى هو هنا شكلنا هناخد من عنده. بصوا بيبيع ال دي سكري. دي سكري. السكري هات واحده كده. بصوا اهي ماشي، بصوا السكري بتاعته عامله ازاي. دي الكيلو بيقول بكام اخرها؟ اخرها 12 جنيه. 12 جنيه. 12 جنيه. تمام، بس لازم تاخدي بالكرتونه. طيب عندك انواع ايه تاني؟ وريني الانواع كده، وكل نوع قول اخره. ماشي. عنده الزبديه اهي. تمام، الناس بقى اللي بتحب الزبديه. تمام، لسه بس هي لسه ناشفه. بكام بقى الكيلو اخره؟ اخره 12 جنيه. 12 جنيه الاخر. من 12 ل 13. من 12 ل 13 ده الاخر. ودي نوعها ايه؟ كوبانيه. هاتها كده واحده. دي اسمها كوبانيه، صح كده؟
دي بكام؟ دي زيها برضو. اخرها برضو 12؟ 12 13. ودي؟ ودي من 11 ل 12. دي بقى من 11 ل 12، دي اسمها مشكلة صح كده؟ أصناف. أصناف يعني مشكلة. في عندك نوع تاني غير دول؟ لا. إن أنت عندك عواسي صح؟ بتجيب عواسي، العواسي بكام آخرها عندك؟ 25. 25 من 25 ل 30. وعندك اللي هي الفص؟ الفص من 50 ل 60. والعواسي؟ العواسي احنا قلنا صح؟ العواسي احنا قلنا. وايه كام؟ من 20 ل 18. من 20 ل 18؟ و15. تمام. ده رقم التليفون اهو، خدوه بقى سكرين شوت اهو، وبيجيب كل الانواع. وعنده عنب اهو، وعندك تفاح، ده تبعك؟ بكام التفاح؟ وهو رقمك ارقام تانية اهو، خير ربنا كتير. عرفه وعبده اهو. تمام، قول لي الرقم هنا كام؟ سوق العبور فين؟ سوق العبور عنبر 4، محل 138 فاكهة. محل 138 باسم شركة الحمد. شركة الحمد. حد عبد العال فرد معايا. مرقمين، وريهم كده الارقام اهي. بص شركة الحمد اللي هي دي صح كده؟ وريكم التفاح عندكم بكام؟ التفاح بكام التفاح ده؟ ربنا يخليك. ب 11 جنيه. ب 11؟ 12. 12؟ تمام. مترة بيبيعوها من 6 ل 7 جنيه. اهي. تمام، بالكرتونة برضو. خشابي دي ها؟ خمسة ونص. العنب البنات يا هو. خمسة ونص. وده بستة جنيه. وده بستة جنيه. وفيه بسبعة جنيه فوق. وفيه بسبعة جنيه. تعال نشوف. وعندهم برقوق اهو، مشمش. لسه في مشمش اهو. اهو ده رقم واحد. ده بيبيعوه بكام؟ ده تمانية. ده بسبعة جنيه. تمام. هات رقمك اصورهولك. وعندهم برقوق اهو. بالكامل البرقوق ده؟ وفي مانجا عويس ب14. اسمرهان. والمشمش ده بكام؟ اسمرهان المشمش بكام؟ يا هاني بكام المشمش؟ ب17. بس ده غير ده صح؟ ده غير ده. ايوه ده غير ده. ده نوع. فاتح وده غام. بكام وده بكام؟ ده ب14. وده؟ وده ب12. يعني الفاتح احسن. ومانجا عويسي اهي ب25 صح كده؟ مش بقول ب25؟ 25 اهي بالقفص. وقعت اهي عويسي 25 بالقفص. برضه 15 جنيه. انا عارفه باين. الراجل بتاع شكلها سوبر. وقعت ايه؟ بصوا دي ب15. دي هندي اللي تحت دي ولا دي اللي هندي؟ لا دي تومي ودي هندي. دي هندي واللي تحت دي ايه؟ دي هندي. امال فين الصديقه؟ بس عند المعلم عاشور. تعالوا نشوف الصديقه. تعالى دي صوري معاها. اه اهو. استنى بقى، استنى ما اعدل الطاقيه. طيب اعدل الطاقيه بس، اعدل اهم حاجه الشياكه. بتاعت الهرم. اه. يعني لا غش ولا ايه؟ تحت زي فوق. اه. شم الريحة بقى. شميها. تعاليلي وليس خيري. لا 15. 15؟ اه. الفونس 15 كتير. انت عايزك قد ايه يعني؟ بكم يعني؟ نعرف. 14 ونص كيلو. اللي هو اللي زي الكريز ده، صح كده؟ ده بتسعة؟ 8 ونص لكم انت. 8 ونص لنا احنا. واللي متابعينا. هي بتحمل ايه؟ بصوا عندهم، بص خوخ شكله عامل ايه؟ بصوا الخوخ ده كده يبقى واقف الكيلو بكام؟ ده يبقى واقع ب17. هنا عندنا ولا تحت؟ عندكم انتوا. هنا ب17. 17. والمانجا عندكم واقفه بكام بقى؟ الستيه فيا او كل اسم. طب تعالى وريني. اه والله نازلين على التين على 8.5 الكيلو.
عندك صديقة؟ مش ده. مش ده بعشرة. قام صيفي برضو. بصوا كده ده كده سوق العبور برضو. التين بعشرة جنيه. بس حلو. المانجا ايه؟ برقوق. بصوا النهارده الصفقة. طبعا العبور بقى لسه كمان فيه خضار ماشي، ولسه في سمك، ولسه في الكلام ده كله. بس احنا قلنا النهارده بس بما ان احنا في موسم المانجا ان احنا ايه نصور لكم الاسعار بتاعت المانجا في سوق العبور، عشان انتوا طلبتوا كتير عايزين تعرفوا اسعار المانجا في سوق العبور ايه. فاحنا نازلين للمانجا بس النهارده. بس انت بقى لو معاكي عربيه هتاخدي بقى وتقسمي الفاكهه، هتروحي سوق السمك، هتروحي الخضار وتجيبي حاجات بسعر حلو قوي. ده التين ده المقفول ده بيبقى ارخص، يعني ده هتاخديه في 5 ب 6 كيلو، انما المفتح الحلوه دي الكيلو ب 10 التين. وفي خوخ اهو تمام اهو، والمشمش موجود، والكنتالوب اهو. بصوا يعني بصراحه الفاكهه هنا تحفه بصراحه، حلوه قوي. والعنب بقى هنا اشكال والوان، ايش عنب زي البلح، وايش عنب عامل زي الكريز، وعنب اسود، وعنب احمر، وعنب اخضر، وعنب بناتي. العنب كتير. والتفاح، بس التفاح غالي معرفش ليه، يعني التفاح البلدي ده المفروض يبقى ارخص من كده. بصوا العنب البناتي بيبتدي من 5.5 جنيه في الكيلو، بس لازم تاخديها على بعضها مش بالكيلو يعني الواحد، يعني تاخدي كيلو، لا هنا جملة، يعني لازم تاخدي بالكرتونة اهو. بكام بتبيعها؟ بتبيعها بكام؟ بكام؟ 12؟ ودي ب10؟ بص بيبيعوا الزبدية دي ب10 اهي، دي الزبدية دي ب10 بيبيعوها ب10 ودي ب12 صح كده؟ وده الآخر صح كده؟ الآخر؟ في سوق العبور. رقم التليفون 011 57 41 18 41. اسمك ايه؟ اسمي بسام. بسام بيبيع الزبدية الكيلو في الكيلو هنا ب10، وفي هنا ده الكيلو الكبيرة الأكبر الكيلو بكام؟ الناشفة ب10، المشوية ب12. الناشفة ب10، يعني الحجم واحد. بس الناشفة اللي هي عاديها لسه ما تاكلهاش دلوقتي ب10، واللي تاكليها على طول ب12 صح كده؟ اهي دي اللي تاكليها على طول دي ب12 مستوية شوية اهي. عندك نوع تاني غير الزبدية؟ بكام السكري بتبيعها؟ ب14. بيبيع السكري ب14، واللي هناك دي مش دي عويسي؟ دي ب14 اهي. بس سكري بصوا درجة أولى ب14 سكري، بس درجة أولى سكري درجة أولى ب14 على الأكل على طول، بس حلوة. سيدي أنا بيبيعها ب18 جنيه أهي. هو اسمك إيه؟ بسام. عنده نفسها هي ب18 العويسي أهي، عنده ب18. ودي هند، ودي فونس كام؟ وفونس أهي ب15 جنيه عنده أهي، مش دي زيها؟ ب15 فونس أهي. كده احنا خلصنا خلاص كده هو السوق بتاع الفاكهه يعتبر تمام زي ما قلت لكم كده. في هنا خضار بقى، وفي سمك، وفي الكلام ده كله باسعار كويسه. بس ابو مروان برده هيقول لكم ازاي الناس اللي بتسال ازاي تروح العبور، ايه بيبقى اقرب مترو هنا للعبور؟ المترو بتاع شمع اسمه ايه ده والمستشار ده. بصوا المترو برضه هيبقى بعيد، هتنزلي بتركبي تاني. طيب اقرب حاجه ايه؟ لا ياخدوا السلام، مدينه السلام او النهضه او العاشر، ويروحوا بميكروباص تاني سوق العبور.
تمام. اقرب اقرب حاجه اليوم يا اما مدينه السلام يا اما النهضه يا اما العاشر. ثلاث مواقف دول تنزلي تاخدي عربيه موجوده لحد سوق العبور بتدخلك سوق العبور. تمام اهو كده احنا قلنا اللي معاه عربيه عارف بقى الطريق على طول. يا ريت بقى يا جماعه نحط لايك كتير بقى للفيديو ده لان بجد هلكنا النهارده زي ما انتم شايفين كده اهو. ولو صورنا حاجه تاني هقول لكم، واقول لكم كمان انا جبت ايه ونشوف هنعمل ايه. باي باي.